السلام عليكم ورحمة الله. ده الفيديو التاني سنة تالتة إعدادي. وقبل ما أبدأ الفيديو أتمنى إن حضراتكم تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويختار الكل أو أول عشان يوصله كل جديد. إن شاء الله النهاردة هنشرح أول قاعدة موجودة في سنة تالتة إعدادي، وهي shouldn't for giving advice. وده درس مهم جدا، وزي ما قلت قبل كده هنستخدمه في الاختيارات، هستخدمه في الجمل اللي هي الري رايت، ممكن استخدمه في الكونفرسيشن في المحادثة او الديالوج. فهو يعتبر من الدروس المهمة. دايما كل درس موجود في القواعد ممكن استخدمه بكذا طريقة في سنة تالتة اعدادي. ويلا بينا مع بعض نبدأ ونشوف الشرح بتاع should and shouldn't for giving advice. زي ما قلنا ان should we will use them for giving advice. يعني give advice، كلمة advice دي يعني ينصح، ده verb. و advice النصيحة، وكلمة advice زي ما احنا لسه قايلين uncountable يعني غير معدوم، وبتاخد معاها كلمة give advice، ودي اللي احنا هنستخدمه النهارده في should and shouldn't. ونركز بقى مع بعض لان احنا قلنا سنة ثالثة مختلف عن سنة أولى وسنة ثانية. القاعدة بتاعتنا بتقول ايه؟ بكل سهولة كده ان كلمة should و shouldn't بيجوا وراهم فعل في الانفينيتيف، يعني فعل في المصدر، يعني فعل بدون اضافات. يعني لو انا قلت مثلا او بنصح شخص بقول له يجب انك تفعل شيء معين، فاقول له يو شود جو ناو، يجب انك انت تذهب الان، فالاقي ان كلمه شود وراها فيرب في الانفينيتيف. او اقول له ما تتفرجش على التلفزيون كتير، يبقى يو شودنت ووتش، ما تتفرجش على تو ماتش تي في. يبقى شود وشودنت الاثنين فيرب في الانفينيت. طبعا سهله ما فيهاش اي حاجه. اللي يهمنا بقى ازاي الكلام ده بيجي في الامتحان. هل ممكن يجي في محادثة؟ ممكن يجي في محادثة بان انا مثلا اعمل سؤال باستخدام كلمة should. لو انا مثلا عايز اقول لواحد هل يجب علي ان انا اذاكر؟ هل يجب علي ان انا اذهب؟ هل يجب علي ان انا امشي؟ بستخدم كلمة ايه؟ should or should I eat fruit؟ هل يجب علي ان انا اكل فاكهة؟ طبعا الاجابه هنا بتكون بيس او نو. يس، وعلى طول بنعرف ان احنا بنعكس اثنين مع بعض، بحول الاي ليو، يبقى يس يو شود، او نو يو شودنت، لا يجب عليك انك تفعل الكلام ده، يا شود نوت. او اسال بسؤال عادي خالص بادئ باعداد استفهام، وات شود I do to be fit، عشان اكون لائق بدنيا. استخدمت اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل. كلمه should دي عامله زي ام واز وار ووز وير، اوكزيلري فيرب، ينفع ان انا استخدمها كاوكزيلري فيرب كفعل مساعد، ولازم يجي معاها الفعل في الانفينيتيف، فعل في المصدر. يبقى انا ممكن استخدم should او وات شود واكمل الكلام بتاعي ده في حاله السؤال اللي هي المحادثه اللي بتجي لي في اول الكلام عندي في الامتحان. النوع الثاني ممكن يجي لي اختيارات. خلاص احنا عارفين اختيارات، هستخدم شود للحاجه الحلوه المحببه والشودنت للحاجه الغير مستحسنه، ونحط فعل في المصدر. طبعا برضو دي سهل. اللي يهمنا بقى كلمه شود وشودنت وايه اللي يساويهم وبيجوا ازاي في سؤال الري رايت، ودي اهم حاجه عندنا. كلمة should
قلنا معناها يجب. طب هل ممكن اسويها بكلمات تانية؟ ونركز مع بعض. هناخد الاول should واوتوماتيك كده هتبقى should زيها بس هل فيه. لا انا اقول لواحد يجب انك تعمل كذا، انا ممكن اقول له ايه تاني يساوي كلمة should؟ ممكن اقول له انا بنصحك انك تعمل كذا. بالعقل كده احنا لسه قايلين ان should و shouldn't بستخدمهم في giving advice، فانا هقول له انا انصحك. فبدل ما اقول له you should بحط الفعل في الانفينيتيف هنا، بص هقول له ايه؟ I advise you to، وبحط برضه الفعل في الانفينيتيف زي دي، برضه الفعل في الانفينيتيف. يبقى هنلاحظ ايه هنا بقى يا شباب؟ لو انا جيت بسيط انا بكلمه اهو فبقول له يو شود يجب انك تفعل كذا او يجب انك تعمل كذا، برضه هي بقول له ايه؟ انا انصحك انك تعمل كذا. هيجي ازاي الكلام ده في الامتحان؟ لو جه في الامتحان كتب له كده يو شود واحط اي فعل في الانفينيتيف وليكن مثلا يو شود دو سبورتس، هيجي في الامتحان يعمل لي كده. ده السؤال اللي هو بتاع الريرايت، قاعد كتبت الجمله باستخدام الكلمه اللي موجوده ما بين البراكتس الاقواس اللي عندنا. طب انا هعمل ايه؟ انا لسه قايل من شويه ان اسمها يو ايه؟ شود، ورا فعل في المصدر. يو شود دي هتساوي ايه؟ اي ادفايز يو تو. اظن كده ما فيش اي مشكله. فاقوم انا شايل كلمه يو شود اهي، وكده كده ورا الفعل في الايه؟ في المصدر، واحط مكانها الكلمه دي، يبقى اي ادفايز يو تو دو سبورتس. خلاص هو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين اكتر من كده. يبقى انا لما اجي في الامتحان يقول لي شيل الجمله دي وغير او حط الجمله دي باسلوب تاني وغير ما يلزم باستخدام كلمه ادفايز، انا حافظ الاكسبريشن بتاعها اي ادفايز يو تو. او العكس صحيح، لو جاب لي الجمله دي وحط لي ما بين اقواس انا كلمه شود، اقوم شايل كل ده واكتب له ايه؟ يو شود، والفعل فيه الانفينيتيف. يبقى اول حاجه عرفناها ان كلمه يو شود هتساوي اي ادفايز يو تو. هل ممكن احط مكانها حاجات تانيه؟ وكلهم بقى بنفس الطريقه وكلهم هيتحلوا بحل واحد ما فيهوش اي تغيير. اقول له مثلا كده بدل اي ادفايز يو تو اتس ا جود ايديا تو، اتس ا جود ايديا تو، وبرضه هنا الفعل في الايه؟ في الانفينيتيف، يعني انها فكره جيده ان تفعل كذا، على حسب برضو الفيرب اللي انا هحطه. يبقى يو شود لو جالي في الامتحان وقال لي حط كلمه جود ايديا، اقول له اتس ا جود ايديا تو، واحط برضو الفعل في الانفينيتيف. او اكسبريشن تاني، ونركز بقى كويس في الاكسبريشن اللي جاي ده. يو، وهتلاحظ هنا حاجه اسمها هاد بيتر، ممكن اكتبها كده او اكتبها كده واحط كلمة بيتا، وركز معايا الأولانية والتانية I advise you to it's a good idea to، لكن هنا you had better فعل في المصدر على طول ديت من غير to، وأولاد كتير جدا بيغلطوا فيها في الامتحان. يبقى you had better verb في الانفينيتيف. على سبيل المثال أقول له you had better get up early، يعني من الأفضل إنك تصحى بدري. طيب عندي حاجات تانية؟ عندي حاجات تانية. لو اقول له ايه؟ It's important to، وبرضه احط الفعل في الانفينيتيف، من المهم ان تفعل كذا. It's important to، برضه ديت من ضمن الحاجات اللي انا ممكن احطها مكان كلمة you should. هل ممكن احط حاجة تانية خلاف الكلام ده؟ في حاجات كتير وكل كتاب هتلاقيه مختلف عن الكتاب التاني، فأنا هحاول ألم لك كل الحاجات اللي ممكن إنك أنت تحطها. برضو ممكن أقول له It's recommended to، يعني بوصيك إنك تعمل كذا. It's recommended to، وبرضه أحط الفعل في الإيه؟
في الانفينيتيف الفعل في المصدر. طيب هنلاحظ هنا ان كلهم معاهم تو ما عدا الكلمه دي يو هاف بيتر فعل في الايه في الانفينيتيف على طول من غير حاجه. طيب لو انا بقى حبيت ان انا استخدم كلمه شودن هي بالظبط بس هيحط كلمه نوت I advise you not to كده انا نفذت It's a good idea not to You have better not والفعل في المصدر It's important not to It's recommended not to اظن العمليه سهله وانا مش عايز اكتب كلام تاني عشان ما يبقاش كلام كتير على الفاضي هي اللعبه كلها ان هي زي ما هي شد حطيتهم كلهم من غير نوت هخليها شودنت واحط كله بايه بنوت في اي مشكله نعمل مثال ده انا قلت ايه يو شودنت بلاي ان ذا ستريت مثلا لا يجب انك تلعب في الشارع وقال لي حط كلمة بيتر أنا خلاص حافظ الإكسبريشن بتاعي أقوم قايل له إيه؟ يو هاف بيتر وزي ما هي هنا منفية هنفيها هنا يبقى يو هاف بيتر نوت وفعل في الإنفينيتيف من غير تو أهي كل حاجة جاهزة أنا كل اللي عملته إن أنا شلت دي كده يو هاف بيتر نوت بلاي in the street يبقى انا هنا ما عملتش اي حاجه غير ان انا شلت كلمه يو شودنت وحطيت الاكسبريشن اللي انا حافظه ممكن اقول له باسلوب ثاني اقول له it's recommended not to هي I advise you not to كلهم بنفس النظام I advise you not to كل حاجه زي ما هي فوق play in the street طيب لو احنا عملنا حتة صغيرة كده وجميلة وقلنا ايه طبعا انا بحاول الملك كل الحاجات اللي موجودة you should eat vegetables وركز بقى معايا كده عشان في اولاد هيغلطوا دلوقتي وقال استخدم كلمة advice وليست advise طبعا احنا حافظين لسه من يومين شويه انا وانتوا قايلين ادفايز يبقى اي ادفايز يو تو خلاص دي سهله طب واحد الله ده جايب لي كلمه ادفايز بالسي خلي بالي هنا بقى كلمه ادفايز بالسي ده ناون لكن ادفايز ده فيرب امال هحلها ازاي بقى يا استاذ هنشوف كده مع بعض كلمه ادفايز ينصح لكن ادفايز نصيحه بص بقى بالعربي هقول ايه نصيحتي لك هقولها ازاي بقى نصيحتي لك my advice to you is to مهمة جدا الحتة دي my advice to you is to وحط الفعل في الانفينيت يبقى هنا اختلفت عن I advise you to I advise you to لكن هنا my advice to you is to and eat vegetables انك تاكل ايه خضروات يبقى هنا اللعبه في الناون والفيرب اخلي بالي برضو منهم لانهم مهمين جدا 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 برضو ساعات بيجيب حاجات برضو للاولاد الشطره يو شود ايت فيجيتابلز ممكن يقول له حط كلمه اسمها اوت وركز برضو كويس جدا انا بجيب لك كل الحاجات الموجوده في كل كتب هحلها ازاي هنا يو شود والفعل في الانفينيتيف بص بقى معايا كده يو اوت تو كلمه اوت ينبغي زي كلمه شود يجب او ينبغي ان بس بيجي معاها تو لكن شود ما يجيش معاها تو ودي برضو بتيجي كتير في الاختيارات يبقى يو اوت تو ايت فيجيتابلز برضو كلمه مهمه جدا تخلي بالك منها
طب لو انا خليتها نفي ايه بقى؟ You ought not to. زي الباقيين. العملية كده بقت سهلة وبقت معروفة وما فيهاش أي حاجة. طيب لو انا قلت لك برضه جملة جميلة كده نخلي بالنا منها. You shouldn't smoke. You shouldn't smoke. وقال لي صدم كلمة should. ايه ده؟ هي shouldn't يقول لي صدم should؟ اه. حتة جميلة جدا وحتة حلوة جدا. أما أقول له you shouldn't smoke يعني بقول له لا ينبغي أن إنك تدخن صح؟ ما يجبش إنك أنت تدخن. يبقى لما أقول له يجب يبقى يجب إيه؟ لازم هنا بقى ألعب شوية صغيرين بقى بدماغي بقى كده وأركز. يبقى أقول له you should stop smoking، توقف عن الإيه؟ التدخين. هنا بقى محتاجة شوية لعب صغير كده وعايز اولاد ايه شاطرين. يبقى you should stop smoking، يجب انك انت تتوقف عن التدخين. ولد تاني او بنت تانية شاطرة تقول لك you should avoid. كلمة avoid يعني يتجنب smoking، واللي هي كلمات بيجي وراها verb زائد ing. كلمة stop وكلمة avoid بيجي وراهم verb زائد ing. يبقى انا كده ممكن احط مكان كلمة should أو shouldn't ought to أو ought not to صح برضه. أو استخدم should ومعاها الفيرب اللي يخلي الحاجة نفس الكلام اللي فوقاني بس بالعكس. stop smoking هي لا يجب أنك تتدخن، أو avoid smoking اللي هي تتجنب الإيه؟ التدخين. في حتة برضه جميلة جدا لو قال لي إيه؟ you shouldn't drink كوكاكولا بس على اساس ان فيها شوجر كتير. you shouldn't drink كوكاكولا. وقال لي dangerous. يعني ايه يا شباب كلمة dangerous؟ معناها خطير. طب وشودنت؟ لا يجب انك انت تشرب. يبقى من الخطر انك انت تشرب كوكاكولا صح؟ بصوا قالها ازاي. It's dangerous to زي It's important to It's a good idea to كلهم بنفس النظام. يبقى It's dangerous to هتساوي كلمة ايه؟ You shouldn't وحط الفعل في الايه؟ في الانفينيتيف. يبقى You shouldn't drink وكمل الجملة بتاعتي اللي هي you shouldn't drink كوكاكولا أو أي حاجة ممكن يكون فيها سكريات أو أي حاجة مش كويسة بالنسبة للشخص. هل في حاجات تانية؟ ممكن برضو في حاجات تانية. لو أنا قلت أو هو قال لي يعني استخدم كلمة bitter وإنها دي خلاص اللي هي you have bitter. ماشي. اخر حاجه بقى موجوده عندنا في يو شود ويو شودنت. طبعا حاجات انتوا كنتوا واخدينها في سنه اولى وسنه ثانيه او في سنه ثانيه على ما اعتقد يعني. يو شود ده انا قلت لك ايه؟ يو شود سي ا دكتور. يجب انك انت تروح تذهب للدكتور. يو شود سي ا دكتور. وقال لي في الامتحان استخدم كلمه اف. ده قاعدة انتوا واخدينها قبل كده اللي هي السكند كونديشنال الحالة الثانية لقاعدة اف. هتقول له ايه بقى؟ وهنفصل اسمنا كده هي يو شود. فهتقول له بالعربي لو انا مكانك كنت رحت شرط الدكتور. يبقى اف ار وير يو وده اكسبريشن هتحفظه وكوما كده وبكتب جنبها على طول ايد اللي هي اي وود. اف اي وير يو ايد او اي وود اي واحدة فيهم صح. واحط الفيرب زي ما هو في الانفينيتيف سي ا دكتور. يبقى انا عندي هنا القاعده بتاعتي كلمه يو شود هتساوي اف اي وير يو اي وود ما بتتغيرش. طب لو قال لي يو شودنت. يو شودنت ويست يور تايم. لو كنت مكانك ما كنتش ضيعت الوقت ايه بتاعي.
وقال لي في الامتحان استخدم برضو كلمة if. أنا هبص هنا كده هلاقي هنا إيه؟ You shouldn't، الجملة إيه؟ منفية. فهم قايل له إيه بقى؟ If I were you، خلي بالك بقى هنا كده، I wouldn't. دي أهم حاجة عندي، ليه؟ عشان هنا you shouldn't، وأحط كل حاجة زي ما هي، waste، ونركز حتة هنا صغيرة كده، my time. ليه يا مستر؟ عشان هنا أنا بقول له لو كنت مكانك ما كنتش ضيعت وقتي، فلازم أغير هنا الـ your إلى my. العكس صحيح طبعا، لو قال لي it's a good idea to أقوم شايلها وأحط أقول له إيه؟ you should. أنا برضه مثال بالعكس. It's a good idea to visit your uncle مثلا. وقال لي هنا سوي كلمة should. أنا حافظ إن كل ده بيساوي كلمة you should. عشان هنصحه هو. هقول له you should، وآخد على طول الفيرب فيه الإنفينيتيف your uncle. يبقى هنا اي جمله هيجيبها لي بشود او بشودنت والعكس صحيح، انا ما عنديش اي مشكله، انا حافظ كل واحده بتساوي ايه في التانيين. بتهيألي كده دي كل الحاجات اللي موجوده على شود وشودنت. وانا يعتبر لميت لك كل الحاجات اللي موجوده في الكتب كلها، هو في واحدة صغيرة كده ولأنها يعني ضعيفة ما بتجيش كتير، كلمة اسمها it's advisable، بس يعني إلى حد ما ما بتجيش كتير. it's advisable to، وأحط الفعل في الإنفينيتيف، جاي من كلمة advise يعني. بكده يكون خلصنا مع بعض should و shouldn't وإزاي بتيجي في سؤال الريات، ودي مهمة جدا. الريت بتاعنا من الأسئلة اللي محتاجة تركيز، لأن بتحتاج من الطالب أو الطالبة إن هو يغير في بعض الحاجات اللي موجودة في الجملة علشان يوصل ب الإجابة الصحيحة. أتمنى أن يكون المحتوى عجبكم، وياريت تدعموا القناة بلايك عشان الفيديوهات تنتشر وكل زمايلنا يتفرجوا عليها ويشوفوها وتنفعهم طبعا ويستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.